أبو طالب خان سنة 1217 للهجرة أيضا وصل وهو من الرحالة وصل إلى كربلاء واستطاع أن يصف لنا المخيم الحسين. يقول مخيم الحسين خارج المدينة خارج مدينة كربلاء القديمة يعني خارج السور الذي بناه العلامة الطبطبائي على بعد ربع ميل يعني 400 متر خارج المدينة. ولهذا حتى عندما نراجع تاريخ المخيم الحسيني نجد أنه جديد عهد بالبناء يعني ابتدعه مدحت باشا لنزول السلطان ناصر الدين شاه وفيما بعد عبد المؤمن الددى بنى غرفة اعتبرها مقام لمخيم أبي عبد الله وتشكل. طبعا هنالك علماء أشاروا منهم العلامة محمد تقي الطبطبائي على الله مقامه من علمائنا الكبار نقلا عن المرحوم السيد حسن الصدر قال أنه مكان المخيم الحسيني هو بهذا المكان بقرب مستشفى الحسين العام في مدينة كربلاء يعني تقريبا على بعد 3 كيلومتر أو أكثر قليلا عن حرم الإمام الحسين وهذا ما تؤكده الوقائع الحربية. ولهذا لا يوجد أي نص تاريخي يقول بأن الحسين قتل بقرب المخيم بل النصوص التاريخية تقول أن الإمام الحسين عليه السلام قتل في وسط المعركة وبالتالي مقتل الإمام الحسين في وسط المعركة يضفي بظلاله بأن تقريبا البعد بين مخيم الإمام الحسين ومكان مقتله الشريف ربما هو 3 كيلومتر وهذا ما نحاول إثباته